أنه شعبنا علق آمال كثيرة على اللجنة ديال النموذج التنموي وتبعها وشارك فيها، وكان هناك اللي طالع على التقرير يشوف كيفاش كان الحماس منقطع النظير، وفي نفس الوقت التحذير من أنه راه إذا كانت هناك آمال يعني اللي هي منكوثة، اللي عهود اللي هي منكوثة، راه يعني منسوب غياب الثقة غادي يزداد. مجموعة ديال يعني توصيات الهامة ديال اللجنة ديال النموذج التنموي تم تجاهلها وتهميشها، فيما تم اعتماد البعض الآخر، ولكن الجوهري لم يتم اعتماده، وهذا يثير إشكالا حقيقيا. ولقد سبق أن نبهنا في بيانات ومواقف متعددة إلى أن يعني الثقة الضرورية في من أجل تسيير الشأن العام بشكل يعطي نتائج حقيقية يتطلب مسألة الثقة ما بين المواطن وما بين المسؤول الحكومي أو المسؤول في الدولة عموما. هذه الثقة نلاحظ بأنها تتزعزع، يعني هناك أسباب طبعا خارجة على الإرادة ديالنا ويجب قولها بكل موضوعية، ولكن كان هناك أسباب أخرى يعني في إمكاننا أن نجد لها الحلول. من بين أول الخطوات اللي مطروحة اليوم هو أنه على الأقل يعني المسؤول الحكومي يتفاعل مع المواطنين، يفسر، يوضح، يرجع الثقة بسلوكات، بسياسات، بقرارات يعني اللي يمكن تكون صعبة في الظروف الصعبة، يعني في الظروف الصعبة، يعني استحضار أن هذه الإصلاحات الهيكلية اللي يعني أوصت بها اللجنة، والتي لم تأتي من فراغ بل جات من يعني خبرة ديال أعضاء اللجنة ومن استماع المواطنين عبر يعني ربوع البلاد كلها، يعني هي ضرورية أكثر من أي وقت مضى. ماشي كلها الآن لأن نحن ما كنحلموش، ولكن يفهموا المواطنين بأنه بدات شي حاجة جديدة ما حسوش بها المواطنين، وبلي ما حسوش بها المواطنين في ظروف سياقات جهوية يعني صعبة، سياقات دولية صعبة، كيفاش غيمكن الوطن يعني نواجه به هذه التحديات الكبرى؟ داخليا نوجد أمام حالة من الاحتقان الاجتماعي العام بسبب الغلاء كسبب مباشر يضاف إليه مترتبات الجفاف، لكنه في الواقع يعبر عن نفاد صبر عميق وعن خيبة أمل كبيرة. التقرير اللي خرجنا به هو أن هناك أمور اللي كتعتبر مكتسبات مهمة في تقرير نموذج التنموي، سواء من ناحية سياسية، من ناحية الاقتصادية، من ناحية الاجتماعية، أو من ناحية الثقافية والتربوية، ولكن للأسف ما كانش لها صدى كبير لا في البرنامج الحكومي ولا في السلوك السياسي ديال الحكومة الحالية في هاد الأزيد من 100 يوم اللي دازت. ربما غادي نقولوا أن الحكومة مازال في البداية ديالها، ولكن فرأينا خاص يبان من الآن في التوجهات الكبيرة ديال الحكومة الحالية الاهتمام بهذيك المكتسبات. علاش؟ باش ما تضيعش، لأنها مكتسبات اللي يعني خص ينتفع منها الشعب المغربي، سواء في المسائل المتعلق بالتدابير الاقتصادية اللي غادي تقدر تحقق واحد نسبة نمو محترمة وتجعل القدرة الشرائية ديال المواطنين محمية وتخلق انتعاش ديال المقاولة الصغرى والمتوسطة، وهذا الشيء للأسف ما وقعش، بل العكس كنشوفوا الآن الاحتجاجات بسبب غلاء الأسعار وكذا. هذه أمور احنا تنبأنا بها أنه لم مشت الحكومة في هذاك الاتجاه اللي كان يعني في السابق غادي يكون احتقان، وهذا كيقتضي أن التدابير يعني المستعجلة في المجال الاقتصادي والاجتماعي خصها تتم. لا ثقة بدون حوار جاد وبدون نتائج وبدون تنفيذ وبدون شعور المواطن بالأثر ديال هذه القرارات على حياته.
هذه مسألة. والآن أكثر من أي وقت مضى ولكم أن تنظروا إلى الشارع ولكم أن تستمعوا إلى ما يروج. يعني المغاربة ليسوا رافضين بطبيعتهم، المغاربة يريدون أن يثيقوا، لكن هناك عناصر الاتقاء. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.